neonatal jaundice updated guidelines by Dr. Afaf Oraha, Professor of Pediatrics and the Head of Department of Al Azhar Banat. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هنتكلم النهاردة على الجوندس جايدلاين. الحقيقة هو الجايدلاين احنا عملنا ايجيبشن جايدلاين. الايجيبشن جايدلاين اللي احنا عملناه مش from scratch, يعني مش احنا عملنا ابحاث ومش عارفة ايه وطلعنا جايدلاين, لا, احنا خدنا من الجايدلاينز العالمية ايه الحاجات اللي توافقنا احنا, ايه الحاجات بتاعتهم اللي تنفع, وعدلنا شوية في الحاجات اللي توافقنا, عشان كده اسمها adaptation guideline. خلاص. طب في حاجات مهمة, يعني هندخل على طول على المهمة. انا عارفة ان الوقت ده حاجة اسمها evidence of quality, ودي هتلاقينا في كل الجايدلاين لانها evidence based. هتلاقينا كل recommendation حاطين جنبها يا واحد يا اثنين يا ثلاثة يا اربعة, ده الليفل اوف ايفيدنس, فيعني مش هنتكلم فيه قوي, بس يعني عشان لما هتشوفوا الارقام دي بالبتاع. طب مش مشكلة. طب الاوبجيكتيف ايه؟ الاوبجيكتيفز ايه؟ انا بس عشان خايفة انهم اوكي. الاوبجيكتيفز كانت بتاعتنا prediction of severe hyperbilirubinemia. احنا هنكلم على التعريفات بعد كده. يبقى prediction of severe hyperbilirubinemia, early diagnosis and timely intervention, يعني امتى انا اعمل له early diagnosis وامتى اعمل intervention وايه. وتالت حاجة اسمها risk based targeted follow up, وبرضو هنفهم ده معناه ايه. احنا التارجتد بوبوليشن كانوا مين؟ احنا طبعا ما خدناش الجايد لاين اللي انتوا هتشوفوه ده, ما خدناش الاطفال اللي هم اقل من 35 اسبوع, يعني مالناش دعوه بال 28 مثلا. امال خدنا مين؟ خدنا الاطفال اللي هم ترم, اللي هم فول ترم يعني, وبري ترم بس اكتر من 35 اسبوع, وكان الويت بتاعهم اكتر من 2.5 كيلو. خلاص, عشان نعرف بالظبط مين الجايد لاين ده اللي هيمشي عليه, الريكومنديشن دي هتمشي على مين بالظبط. كم واحد شاف نيونيتال جوندس؟ كم واحد؟ 500 واحد. كم حاله في اليوم؟ 500 واحده. خلاص, او واحد. يبقى احنا دلوقتي نيونيتال جوندس ده موجود تقريبا 60% اوف فول تيرم و 80% of preterm, يعني معناه انه حاجة كتيرة جدا, يعني هو benign condition ما هوش حاجة يعني. لكن المشكلة في حاجة, المشكلة في السيفير هايبربيليروبينيميا. بيعمل لي حاجة اسمها ايه؟ كيرنيكتاس. هنشوف بقى دلوقتي الديفينيشن بتاع كيرنيكتاس والسيفير هايبربيليروبينيميا والكلام ده. الديفينيشنز, كلمة سيفير هايبربيليروبينيميا معناه اكتر من 20 ملي جرام بير دي ال في اول 3 ايام من عمر الطفل, اكتر من 20 ملي جرام بير دي ال اسمها سيفير هايبربيليروبينيميا. فين؟ في اول 3 ايام من عمر الطفل. امال ايه ده؟ امال ده اسمه ايه ده؟ الجراف ده اسمه ايه؟ اسمه نوموجرام. نوموجرام هنتكلم عنه شويه. النوموجرام ده مفيش حضانه في الدنيا, في الدنيا الا ويبقى لازم يكون الجراف ده موجود. طبعا اوراق صغيره لان كل طفل لازم يبقى عنده الورقه بتاعته. خلاص, تعالوا نتكلم عنه شويه. احنا هنلاقي ان الجرام ده معمول من زي البرسنتايل بتاعنا, زي بتاع الجراث, في 40% برسنتايل, في 75% برسنتايل, في 95% برسنتايل. اقل من 40% دول اللي اسمهم لو ريسك, لو ريسك زون. اللي بين 40 و75 ده اسمه لو انترميديت ريسك زون. اللي بين 75 و95 اسمه هاي انترميديت ريسك زون. اللي فوق ال 95 برسنتايل اسمه هاي ريسك زون, يعني حاجة خطيرة جدا. يبقى تاني لو ريسك زون, انترميديت زون لكن بيتقسم للو وهاي, وهاي ريسك زون اللي فوق 95%. احنا انا جايبه لكم شويه حاجات ازاي نعملها يعني عليه.
يبقى عرفنا يعني ايه سيفير هايبر بيليروبينيميا. طب يعني ايه كريتيكال او اكستريم هايبر بيليروبينيميا؟ اكتر من البيليروبين اكتر من 25 ملي جرام بير دي ال اي يوم من عمر الطفل في اول 28 داي، اي يوم 25 ده اكستريم هايبر بيليروبينيميا. تمام؟ يعني ايه اكيوت بيليروبين انكيفالوباثي؟ اكيوت بيليروبين انكيفالوباثي هو ده اللي كنا بنقول عليه كيرنكترس، اللي هو شكل الطفل اللي انتم شايفينه ده، سانسيت اي هاي، سانسيت اي في ريتروكولس، ريتروكولس يعني راسه راجع لورا، في ارشنج اوف ذا باك، في هاي بيتش كراي. خلاص ده اللي بنسميه اكيوت بيليروبين انكيفالوباثي، كنا زمان بنسميه كيرنكترس. انا هقول لكم كيرنكترس لسه موجوده بس هقول لكم بنقولها ازاي. خلاص يبقى ده اكيوت بيليروبين انكيفالوباثي. امال ايه الكرونيك بيليروبين انكيفالوباثي؟ اللي هو السيريبرال بولس اللي احنا عارفينه، اللي هو المنظر ده، اللي هو بوست بيليروبين سيريبرال بولس، فاكرين؟ ها اسمه دلوقتي كرونيك بيليروبين انكيفالوباثي. الطفل ده هيجي بايه؟ هيجي بموتور ديسابيليتي، مش كده؟ هيجي باثيتويد بس؟ لا، ده ممكن يجي باثيتويد، ممكن يجي بميكس، ممكن يجي هايبرتونيا، ممكن يجي هايبرتونيا. طيب يجي بايه تاني؟ يجي بهيرنج ديفكت، مش كده؟ كل الاطفال الهايبر بيليروبينيا لازم نعمل لهم الاي بي ار. يجي بدنتال ديسبليزيا، تمام؟ ويجي بابورد جيز اوكلوموتور ديسفانكشن، يعني الطفل ما يعرفش يبص لفوق. ابورد جيز ده مهم، ابورد جيز وساعات لاترال جيز، لكن الابورد ده مهم قوي. ابورد جيز امبيرمنت، ما يعرفش يبص لفوق. طب ايه بقى الكيرنكترس؟ الكلمه اللي احنا كنا بنقولها اللي بدلناها باكيوت بيليروبين انكيفالوباثي، ده عباره عن باثولوجيكال كونديشن اللي احنا بنقولها كيرنكترس، يلو ديسكالريشن اوف او يوريو ستينينج اوف ذا بيزال جانجليا. خلاص يبقى بقت عباره عن باثولوجيكال كونديشن اكتر وترم اكتر من انه يبقى كلينيكال. خلصنا كده الديفينيشنز عشان كلنا نبقى عارفين ديفينيشن واحده. نيجي بقى للريكومنديشن اللي اتقالت. انتي نيتال، انتي نيتال، كل الامهات، كل الامهات، كل اللي واحده بريجننت مش ام، كل واحده بريجننت لازم تعمل بلاد تايبنج والار اتش بتاعها، لازم. خلاص قبل كده اي حاجه لازم تدخل على بتاع النساء، واحنا لازم نفهم بتوع النساء ان اي ام، اي واحده بريجننت لازم يتعمل لها بلاد جروب والار اتش بتاعها. طب والام اللي معروفه انها ار اتش ايزومينايزيشن لازم تاخد الانتي دي، تمام؟ طب هي معروفه من فين؟ اتعرفت من فين يعني؟ من بالظبط من انها كانت والده قبل كده. طيب تمام. وان احنا لازم نعمل education للمذرز اللي suspected انها تجيب طفل هايبر بيليروبينيميا، انها ايزوميون، انها او، انها اي حاجه، لازم اعمل لها education كويس. طيب following delivery، اول ما الطفل ده يتولد، لو كانت الام ده، افرض الام جت on delivery والام جت ويقول لك الراس على مش عارفه ايه وفيزد وولدت، واحنا ما نعرفش حاجه عنها، ما نعرفش لا او ولا ار اتش ولا نعرف حاجه ولا اتعمل لها حاجه، هنعمل ايه؟ هايلي ريكومندد ان الطفل اول ما ينزل اخد من الكورد بلاد، اعمل له بلاد جروبنج، اعمل بلاد جروب، اعمل ار اتش، اعمل الكومز، ثلاث حاجات. يبقى ام ما اعرفش عنها حاجه خالص وجات على ولاده، لازم اعمل من الكورد بلاد الثلاث حاجات دول. الكومس يا جماعه هتلاقينا في بعض في هنا مكتوب ايه؟ دايركت انتي بودي تيست، اللي هي الدات، دايركت انتي بودي تيست يعني كومس. خلاص عشان ما تلخبطش، تمام. طيب الام الاو، الام جايه او، هل لازم الطفل بتاعها اعمل له البيليروبين واشوف الاخبار؟ بره في الـ في الـ في الـ في الـ في الجايد لاين الاي اي بي اللي هو الامريكان اكاديمي، قال لك اوبشن، لان هم عندهم بيعملوا سيرفيلانس كويس، بيعملوا ريسك اسيسمنت كويس، وهنشوف يعني ايه ريسك اسيسمنت. لكن عندنا ات از ريكوايرد، ريكوايرد ام او، يبقى لازم الطفل لما ينزل اعمل له
البلاد تايبنج بتاعه واعمل له الدات. لازم الدات اللي هو ايه؟ الكومسس. خلاص لازم لابد. طيب طبعا لازم تسبورت بريس فيدنج، يعني الام اللي تولد لازم الام ترد على طول. تدعي يمكن الدكتور عبله كانت تتكلم امبارح من اول ساعه، لازم الرضاعه الطبيعيه 8 ل 12 مره في اليوم. وازودكم حاجه ان لازم يكون واحده منها على الاقل بالليل، لان لو ما فيش في النايت، يعني كتير قوي الدكاتره يقول لك ايه بلاش بالليل، لغايه دلوقتي بسمعها بلاش بالليل، ديانسون ده بيعمل مغص، ده الكلام ده فارغ، لانه لو ما خدش بالليل مع الوقت اللو ميلك سبلاي هيحصل. يبقى 8 ل 12 مره بريست فيدنج، منهم مره بالليل على الاقل. طيب بقى حكايه ان انا ادي ديكستروز في المستشفيات وادي جلوكوز وادي الكلام ده، نوت ريكومندد خالص، افويد ات، ما تعملوهاش ابدا. خلاص امال في الهايبوجلايسيميا دلوقتي بيعملوا ايه؟ اللي هو انفانت اوف دايابيتيك ماذر وهايبوجلايسيميك، بيعملوا حاجه دلوقتي، بيدوا جل معين هو اللي بيدوه، بس ما فيش في مصر هنا دلوقتي. خلاص جلوكوز جل بطريقه ثانيه، والابسوربشن بتاعها بيبقى بطيء. كلينيكال كلينيشن شود انشور ذات اول انفانتس ار روتينلي مونيتورد فور ديفلوبمنت اوف جل. كل الاطفال اللي عندك في الحضانه كلهم، مش لازم الام تبقى رئيس، مش لازم الام تبقى ام، مش لازم اي حاجه، لازم كل الاطفال يحصل يعملوا مونيتور للبيليروبين بايه؟ يا اما بترانسكوتينيوس يا اما بالسيرم، بترانسكوتينيوس او السيرم. طب هنعمل ايه بقى؟ هنروح حاطينه على الايه ده اللي اسمه ايه بقى؟ النوموجرام اللي انا لسه قايله لكم عليه، صح؟ طب تعالوا نشوف ليه بنحط عليه. ادي طفلين اهو، طفل كان عند 23 يوم، هو ده معمول بالايام ومعمول بالتوتال سيرم بيليروبين، مش بالايام، انا اسفه، بالاور، اسمه اور سبيسيفيك، بالاور. مفيش حد يجي يقول الطفل ده تاني يوم كان جوندس، ثالث يوم كان جوندس، لازم يقول لي الاور امتى بالظبط، الساعه كام. الطفل ده كان على 23 ساعه كان 10 ملي جرام بير جي ال. بصوا بقى طفل تاني عند 48 ساعه كان برضو 10 ملي جرام بير جي ال. مين الطفل اللي انا خاف منه؟ اللي هو ال 23. ليه؟ بصوا على انهي زون؟ على الهاي ريس زون. ده على انهي زون؟ ده لسه على اللو انترميديت زون، يعني ده معناه انه محتاج اوبزرفيشن. خلاص هعمل له اوبزرفيشن، والاوبزرفيشن بعد قد ايه؟ انا هقولها تاني بس بقولها بالمره. الاوبزرفيشن بعد ايه؟ مكتوب لي هنا اهو، اللو انترميديت زون ريبيت بعد 48 ساعه. يعني انا مش هتدخل، مش هعمل انترفنشن، لكن هعمل له اوبزرفيشن تاني واعمل مونيتور تاني بعد 48 ساعه. تمام؟ لكن ده امال ده انا هعمل له ايه؟ في ساعتها هعمل انترفنشن، هعمل تريتمنت. في ساعتها هعمل التريتمنت. ادي النوموجرام وازاي بستخدمه. طب طفل جاله جوندس اول 24 ساعه، بأوبزيرف جوندس اول 24 ساعه، لازم يتعمل له السيرم بيليروبين، ما اخدش على ترانسكوتونيس، اعمل سيرم بيليروبين اول 24 ساعه جوندس الطفل، لازم اعمل سيرم بيليروبين، ما اعملش ترانسكوتونيس. ولازم اخد بالي زي ما احنا شايفين ان في النوموجرام انا بعمل وعملت مونيتور تاني، الطفل مثلا اللي كان في اللو انترميديت بقى فجاه كده في الهاي انترميديت. خلاص لازم ادور على الكوز، ايه السبب؟ غالبا الرايزنج اب رابيدلي ده بيبقى ايه؟ هيموليسيس. يبقى هنا هتدخل بطريقه ما. خلاص طيب الطفل اللي عنده دايركت بيليروبين عالي بقى، الطفل اللي عنده دايركت بيليروبين عالي ده لازم اعمل سيبسيز ورك اب، لازم اعمل سيبسيز ورك اب. من السيبسيز ورك اب ان انا اعمل ايه؟ يورين كالتشر. يورين كالتشر بعمل اليورين من فين؟ في نيو بورد سوبرا بيوبك، بالظبط سوبرا بيوبك. طيب بيفور ديشارج، خلاص انا الطفل وشفته وعملت مونيتور لكله وخدت بالي وحطيت على النوموجرام وزي الفل، نيجي بيفور ديشارج لازم طبعا كل الامهات يبقى بنديهم حاجات، ولازم كل المستشفيات تبقى عامله بروتوكول معين عشان تقول لها امتى الطفل ده يبقى جوندس، الطفل ده لو البول